السلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم ضمن هذا الموعد. رغم أن الانتخابات التشريعية للرابع من ماي لم تلقى دعما شعبيا يمكن البرلمان من أداء دوره التشريعي والرقابي كما يجب، ورغم أن الأحزاب التي شاركت في هذه الانتخابات اتهمت كلها الإدارة بالتزوير والسطو على إرادة الناخبين، إلا أن البرلمان ما يزال يشهد صراعات داخلية طاحنة بسبب المناصب، فقد نددت أحزاب معارضة بما أسمته إقصاء متعمدا لها من مكتب نيابة الرئيس، فيما ذهبت تشكيلات حزبية أخرى إلى وصف ما يجري على أساس أنه تحضيرات لتشكيل حلف رئاسي ليعد العدة لخلافة الرئيس بوتفليقة، فيما يذهب بعض المتتبعين إلى أن الأمر لا يتعدى منطق الأغلبية والتناسبية في البرلمان. فهل فعلا يتعلق الأمر بتحضيرات سياسية تود من خلالها السلطة استغلال الهيئة التشريعية الهشة لتمرير مشاريع رئاسية معدة سلفا؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها للنقاش في ملف الحدث اليوم رفقة ضيوفنا الكرام. قبلها نتابع هذا التقرير. جمعهم البرلمان وفرقتهم فتنة اقتسام الهياكل والمناصب داخل هذه الهيئة التشريعية. هذا هو حال أحزاب جزائرية كثيرة كانت في المعارضة ثم وجدت نفسها تحت قبة البرلمان، مع أحزاب التحالف الرئاسي التي استحوذت على كل شيء داخل البرلمان ما عدا رئاسة لجنة الفلاحة التي أوكلت إلى حركة مجتمع السلم. خرجت بقية أحزاب المعارضة بلا غنائم تذكر، وهي التي غامرت بما تبقى من شعبيتها وضحت بتكتل تحالف قوى المعارضة وقررت دخول معترك الانتخابات البرلمانية. تعض هذه الأحزاب الآن على أصابعها، وهي ترى عملية القسم التي تولتها أحزاب التحالف الرئاسي لهياكل ومناصب البرلمان، ولم يبقى لها إلا التحسر والشكوى مما تعتبره قسمة جائرة ومخالفة للقواعد المعمول بها. الأخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ندد باستحواذ أحزاب السلطة على هياكل البرلمان، وقال إن إقصاء تشكيلته من عضوية مكتب المجلس الشعبي الوطني واللجان الدائمة مرتبط بالتحضيرات المسبقة لرئاسيات 2019. وإن تأكدت هذه الفرضية بحسب متابعين، فإن أحزاب المعارضة التي دخلت البرلمان تكون بذلك مسؤولة على الأقل أخلاقيا في تحمل تبعات مخطط استخلاف بوتفليقة الذي يتم التحضير له، بل هناك من يعتبرها شريكة في إعداد مباركة سيناريو خليفة بوتفليقة. بدوره اتهم حسن عريبي نائب الاتحاد بالعاصمة أحزاب التحالف الرئاسي بالتآمر مع حركة مجتمع السلم العائدة إلى البرلمان من أجل إقصاء بقية أحزاب المعارضة. لا يوجد ما يؤكد صحة تصريحات الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لكن قد يبدو ذلك منطقيا بحسب بعض المتابعين، بدليل أن حركة مجتمع السلم خرجت بمنصب رئيس لجنة الفلاحة. بعيدا عن السجال الذي خلفه اقتسام اللجان والمناصب بين الأحزاب داخل البرلمان، لا يبدو أن الرأي العام مهتم ولا حتى منشغل بما يجري داخل الهيئة التشريعية، فالشارع الجزائري حسم أمره واعتبر أن البرلمان هيكلا ميتا، وبالتالي فإن شكوى وتظلم أحزاب المعارضة لن يسمعه أحد، فهذه الأحزاب بحسب متابعين سارت عكس التيار ودخلت انتخابات بلا ناخبين، وعليها تحمل الظلم الممارس عليها من قبل أحزاب التحالف الرئاسي، أو كما قالت العرب قديما يداك أوكتا وفوك نفخا. شكرا زميلنا صابر أيوب، ومرحبا بكم مشاهدينا أنتم الذين التحقتم بنا اللحظة. ينضم إلينا إذن ضيوفنا الكرام لمناقشة هذا الملف، ومعنا من الجزائر ناصر حمد دوش النائب عن حركة أو تحالف حمص. في البداية ناصر، كيف تقيم هذا الرأي الذي يقول أن حركة مجتمع السلم حمص ساندت الحزبي السلطة القويين من أجل ربما مستقبل تحالف رئاسي سيعيد الكرة للتحالف الرئاسي السابق؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أعتبر أن هذا التفسير السياسي سلبي جدا،
هذا يعتبر انه يتم الاستخفاف بانتخابات تشريعيه ثم الاستخفاف بمجلس الشعب الوطني، ثم بعد ذلك يربط مصير الجزائر بما يسمى بتحالف سياسي جديد وانتخابات رئاسيه 2019. يعني هذا لا يعقل. المتتبع المبتدئ في السياسه في الجزائر يعلم بان الانتخابات الرئاسيه اكبر شانا وابعد ما تكون عن تاثيرات توازن القوى داخل البرلمان. ثانيا ما وقع هو ان كل الاحزاب الكتل البرلمانيه العشره شاركت في اللقاء التشاوري لكيفيه تحقيق مكتب المجلس الشعبي الوطني والمناصب في حياه المجلس. هذه الاحزاب التي شاركت في الانتخابات ثم الان عرفت المشاركة في هيئه المجلس الوطني. استكملنا الى الماده 13 من النظام الداخلي والتي تنص على انه تتفق المجموعات البرلمانيه على كيفيه توزيع مناصب نواب رئيس المجلس الوطني حسب التمثيل النسبي. إذا لم يقع هذا الاتفاق، وفعلا لم يقع هذا الاتفاق لأن هناك يعني متعددة في فهم هذا التمثيل النسبي، نحن في حركة المجتمع موقفنا واضحا وصريحا. ناصر حمدادوش النيابي عن حركة مجتمع السلم، ابقى معنا. ينضم إلينا أيضا من الجزائر حبيب برهمية عن طريق خدمة سكايب. حبيب برهمية، قيادي في جيل جديد، كيف تقرأ البداية الهشة وهذا الغليان في البرلمان قبل الإشارة إلى ما أشار إليه المتتبعون، وهو في البداية ضعف النتيجة التي تم انتخابه بها؟ نعم، السلام عليكم، والسلام على تحياتي لكل مشاهدين قناة المغاربية والمشاركين معنا في الحصاد وفي هذا النقاش. اولا العمليه هذه اللي رانا فيها اليوم، معناتها كنشوفوا الحرب الجاريه ما بين الاحزاب المعارضه المشاركتيه اللي اصبحت اليوم معارضه برلمانيه واللي دخلت اليوم نشوفوا بعمليه مباشره دخلت في اجندات السلطه، ما هي الا نتيجه المشاركه في هذه الانتخابات ودخول هذا البرلمان ودخول مؤسسات غير شرعيه اللي ما عندهم لا الشرعيه الشعبيه، لان المواطن رفض وطلق بالثلاث السلطه هذه لما رفض المشاركه في هذه الانتخابات، ولا شرعيه السلطه. السلطه هي اللي حطت الناس هذوما، حطت اغلبيه من راهو في البرلمان، هي اللي رسمت البرلمان الحالي. كيفاش اليوم نطلبوا من المواطن يجي يدافع على الاحزاب اللي راهي الداخل وتقول ما طولناش ما قسموناش مليح البرلمان؟ كي نشوف انا الارقام تاع المكتب تاع المجلس ونشوف ثاني تاع الكوميسيون، الارقام تاع الكوميسيون حاجه عاديه على حساب النتائج تاع الانتخابات، اذا نقبلوا بالنتائج تاع الانتخابات حاجه عاديه ان المعارضه المشاركاتيه تلقى روحها بمقعد واحد فقط. نعم، الى هذه النقطه ابقى معنا حبيب برهمية. ينضم الي الاستاذ الدكتور سعيد هري، قيادي في حركه العداله والتنميه. نرحب بك سعيد، وندخل مباشرة في صلب الموضوع. ما كنا نناقشه اليوم هو هل هناك فعلا قراءة تقول بأن ما يحدث داخل قبة البرلمان الآن من صراع بخصوص مناصب نيابة الرئيس هو فيه تحذيرات لربما تحالف رئاسي يخلف التحالف الرئاسي الماضي ويعد إلى ما بعد بوتفليقة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكركم على الاستضافة. وثانيا يجب أن نفهم هناك سلطة وهناك معارضة، من هو في السلطة ومن هو في المعارضة، وما هي القواعد التي نسير بها وتسير بها الأمور في بلادنا. فإذا كانت تسير على أساس القانون والنظام الداخلي والدستور فعلينا أن نخضع لذلك، وإذا كنا أو كانت تسير بطريقة أخرى كما يقال عندنا في الجزائر طاق على منطاق فهذا شأن آخر. وفي رأيك دكتور هي دستورية قانونية وإلا طاق على منطاق؟ أفتح قوس. تفضل. قوس، من الأفضل ناديني بأستاذ أفضل لأسباب خاصة بي. أشكرك. تفضل. إذن إذا
نظرنا إلى ما يدور هذه الأيام في البرلمان الجزائري أقول أنها تسير بطريقة طاق على منطق وتفسير القوانين والدستور حسب المصالح الضيقة لهذا أو ذاك. الآن يستمع إلينا ناصر حمدادوش النائب عن حركة حمص. ناصر، هل توافق هذا الاتجاه؟ هل ترى أن هناك يعني كثير من المتتبعين يقاسمون هذه الفكرة؟ يعني لم يترك لي أي فرصة لأكمل يعني شرح ما جرى، لأنني كنت شاهد عيان على ما وقع وكنت تفضل هاي وهذه هي الفرصة. تفضل. الكتلة، نعم، كان أكون يعني رئيس الكتلة البرلمانية، فقلت الأصل أن المادة 13 من النظام الداخلي هي التي تؤطر هذه العملية، الفقرة الأولى من المادة، إذا لم يقع اتفاق بين الكتل البرلمانية، وهذا الذي وقع أنه لم يقع اتفاق، وخاصة في فهم معنى التمثيل النسبي. نذهب مباشرة إلى الفقرة الثانية. يعني ذهابنا إلى الفقرة الثانية، هناك أحزاب من البداية أعلنت عدم المشاركة في الهيئات، وبالمناسبة يعني حتى تمثيلها في البرلمان لا يؤهلها للمشاركة حسب التمثيل النسبي، فقاطعت الهياكل. هناك البعض كان حريصا على المشاركة، ولكن عندما لم يقع الاتفاق في الخطوة الأولى يعني قاموا بالانسحاب الإرادي ولم يقصهم أي أحد. ونحن في حركة مجتمع السلم لم نأخذ إلا حقنا وفق التمثيل النسبي، عندنا نائب رئيس المشهد الوطني ورئيس لجنة ونائب رئيس لجنة ومقرر لجنة، وهذه في كل الحالات هذا هو حقنا الطبيعي، وبالتالي يعني يظلمنا من يحاول أن يلعب دور الضحية ويريد أن يحملنا مسؤولية إقصائه. نحن لم نقصي أحدا، لم نتحالف مع أحد، لا يوجد تحالف رئاسي ولا انتخابات رئاسية 2019 ولا خليفة بوتفليقة ولا هم يحزنون. هذا أمر عادي طبيعي جدا. ما وقع هو الاحتكام إلى النظام الداخلي. صحيح نحن في حركة مجتمع نعتقد بأن هناك نوع من التعسف في محاولة عدم الاتفاق في فهم هذه المادة، وبعد ذلك الذي انسحب بنفسه ولم يقصه أي أحد، ونحن لم نشارك لا في إقصاء أحد ولا هم يحزنون. ولذلك أنا أرجو أن لا ينزل المستوى السياسي في النقاش إلى هذا المستوى من الحضيض. المعارضة في كل الديمقراطيات في العالم موجودة وممثلة في هياكل البرلمان، بل وهناك بعض البرلمانات في الديمقراطيات في العالم لديها حتى لجان محددة بقوة الدستور مثل رئاسة لجنة المالية للرقابة المالية على الشأن العام. ابقى معنا لنطرح هذه الفكرة التي توصلت إليها حالا، والمتعلقة بالديمقراطيات العريقة، المتعلقة أيضا بممارسة المعارضة داخل البرلمان. أستاذ هري، هل تعتقد أن ما يجري داخل البرلمان الجزائري يعبر فعلا عن ما يسمى بمعارضة وبسلطة وبأحزاب حقيقية تفرض آراءها إن أرادت سياسيا وحتى في مشاريع التشريع في الجزائر عموما وفي البرلمان حاليا؟ المعارضة أقصيت، والتمثيل النسبي كما أشار الأستاذ النائب الذي أحييه طبعا، بالنسبة التمثيل النسبي هو عدد النواب، هو عدد النواب للحزب على العدد الكلي لنواب في البرلمان. هذه تناسبية. نعم، تناسبية. لو نأخذ نتكلم بالأرقام، الأفلان عنده 4.18، الأرندي عنده 2.60، حمص عندها 0.88. من 9 مقاعد يأخذ الأفلان 4، الأرندي 3، الحماس 2، واحد يروح للكتلة الأكثر بعدهم. لا، ليس بهذا. لا، ليس بهذا الشكل. ليس كيف بهذا إذن؟ الشكل. لا، ليس بهذا الشكل. الأفلان يأخذ 4، الأرندي يأخذ 2، حمص تأخذ 1، ومن بعد اللي بعدهم يأخذوا 1-1 إلى أن تنتهي عدد المقاعد بالتوزيع العادل. وفي هذه الحالة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء يكون عنده نائب رئيس للبرلمان، منصب واحد. هذا بالنسبة لرئاسة لنيابة يعني الرئاسة. في رأي الاتحاد وفي رأيك تم السطو على
على مقعد. نعم طبعا. دعنا نتوقف نعم. هنا. حبيب برهمية، حبيب برهمية، هل تم السطو على مقعد فقط، وهل أو في رأيك تم السطو على شرعية برلمان كامل؟ بارك الله فيك، جاوبت في السؤال تاعك، جاوبت، لان والله اني نسمع وعلى بالي بلي هذا هو موضوع الحصه، لكن انا في رايي وفي راي عدد كبير من الجزائريين، على حساب الجزائريين اللي انا نتكلم معاهم، الامر هذا اصبح ثانوي، كل اللي رانا نضربوا على الفتات اللي يرموه للجاج. اليوم شوف كيفاش المعارضه، معناتها كنا عندنا مده سنتين معارضه مازفران تضارب على الحريات، تضارب على الانتقال الديمقراطي، تضارب على انتخابات شرعيه، واليوم ولينا نضربوا ما بين احزاب بنفس التوجه. واش يقولوا؟ يقولوا بلي نحيت لي مقعد ولا ما نحيتش مقعد، وين في الم... في الم... في في المكتب تاع المجلس الشعبي الوطني اللي انتخبوا عليه اقل من 20% من الجزائريين؟ هنا وين هو الحضيض السياسي؟ الحضيض السياسي كي ولينا نضربوا على امور ما عندها اي شرعيه عند المواطن، ما عندها اي شرعيه عند الشعب الجزائري. اليوم اذا نحبوا نهضروا حقيقه في المعارضه، نروحوا ندخلوا في الامر الواقع، هل قدرنا نروحوا الانتقال الديمقراطي؟ هل قدرنا نديروا ميزان القوة اللي يسمح لنا باش نجيبوا تنازلات من السلطة للمواطن الجزائري، للديمقراطية، للحريات؟ أبدا اليوم ما قدرناش. وإلا حابين نروحوا لهذا الطريق، ما نظنش أن البرلمان هو الطريق اللي حيوصلنا للنضال. اليوم النضال المعارضة حيكون خارج قبة البرلمان، لأن في قبة البرلمان ما تمثلش الشعب الجزائري. هذه مانيش نتكلم لأن احنا ما شاركناش في الانتخابات، وإنما نتكلم على النتائج. عندي ورقة مكتوب فيها النتائج، وراني نشوف هذه النتائج ما تمثلش الشعب الجزائري وما تمثلش موقف الشعب الجزائري. وان كان الامر ان هذا النتائج تمثل الشعب الجزائري، وعلاش ما راهمش يبانوا في الميدان؟ ابقى معنا حبيب برهمية. نصر حمدادوش، يبدو ان هذه الفكره تناقض او تسير في اتجاه معاكس لما كنت تتحدث بشانه من تطوير النقاش السياسي، فربما النقاش السياسي قبل الانتخابات في الرابع من مايو الماضي بالنسبة لحركة مجتمع السلم كانت أعلى من موقع في البرلمان، ربما كانت تتعلق بمؤسسة تشريعية شرعية. لا أحد يزايد علينا في موقعنا السياسي داخل المعارضة. نحن من عرضت علينا الحكومة ورفضنا ذلك باختيارنا. نحن نمارس المعارضة بالاختيار وليس كما يمارسها البعض بالاضطرار. البعض كان يلهث وراء المشاركة في الحكومة من بعض الأحزاب التي تدعي المعارضة. أما معيار التمثيل الشعبي فالذي نحتكم إليه هو الذهاب إلى الشعب، سواء عن طريق وسائل الانتخابات أو عن طريق التجمعات أو عن طريق العمل الجواري أو عن طريق الانتشار التنظيمي والهيكلي والتواجد في كل البلديات وفي كل ولكن ناصر فقط أكمل. نعم. ولكن يشهد الجميع على أن الانتخابات التشريعية السابقة لم تحظى بأي اهتمام شعبي. أنا معك نعم، نسبة المقاطعة كانت كبيرة جدا. نعم. وهذه المقاطعة لا يدعي البطولة فيها أحد، وهو ليس نحن لا نتحدث عن نسبة المقاطعة بقدر ما نتحدث عن نسبة المشاركة التي هي توجه. نعم، نعم، عادة. نعم، نعم. أنا معك، أنا متفق في هذا التشخيص بأن هناك نسبة مشاركة ضعيفة وهناك نسبة مقاطعة كبيرة جدا، ولكن هذه المقاطعة تتحملها السلطة التي لم توفر البيئة الديمقراطية للتنافس الشريف وتكافؤ الفرص ونزاهة الانتخابات، كما تتحملها الأحزاب في حد ذاتها التي ليس لديها وجود في الميدان وليس لديها تأثير حقيقي ولم تغير موازين القوى لصالحها ولم تستطع أن تحرك هذا الشعب لخياراتها وبرامجها ومشاريعها. ولذلك مقاطعة الانتخابات لا يدعي البطولة فيها أحد، وهي ليست لصالح أحد بل هي رسالة للجميع. وإذا كان البعض يدعي الحديث باسم الشعب الجزائري أو باسم المقاطعين فلينزل إلى الميدان ويظهر قوته في التجمعات أو في العمل الجواري أو في التواجد التنظيمي والهيكل والمؤسسي. نعم، ومع ابقى معنا لنتحدث في هذا الموضوع. قبل ذلك أستاذ هري، يبدو أن الأمر يتجه الآن إلى الحديث عن ما نتج عن انتخابات الرابع من مايو من برلمان تقريبا هش بنسبة ناخبيه، فالصراع أو الحديث عما بداخله يعتبر من قبيل يعني الحديث عن السلخ بعد الذبح.
انتخابات 4 ماي القوة جعلت في بلادنا القوة الأولى هي المقاطعة، هم المقاطعون. القوة الثانية هي الورقة البيضاء أو الملغات، ثم بعد ذلك يأتي الترتيب الآخر. إذن في هذه الحالة لا يمكن لأي أحد أن يفتخر بنجاحه من الأفلان والأيرلندي وغيرهم. واضح الأمور. تبقى قضية دخول الانتخابات والمقاطعة. كلنا يأمل في تغيير إيجابي بناء في الجزائر سلمي. هل هناك حل آخر أو وسيلة أخرى للتغيير في الجزائر من غير الانتخابات بشرط أن تكون سلمية وأن لا يتأثر بها الشعب الجزائري سلبيا؟ سأعيد السؤال بصيغة أخرى. هل يمكن أن تغير بانتخابات تعلم مسبقا أنها خاضعة للتزوير وليست حرة ونزهة؟ لا يمكن أن نغير بالانتخابات في الظروف الحالية، ولكن يمكننا أن نتغلغل في مفاصل السلطة تدريجيا من جهة، ونحن متخندقون مع الشعب في المعارضة بشرط أن نكون متخندقين مع الشعب. يا أستاذ، منطقيا من لم يحصل على مقعد في نيابة البرلمان كيف يمكن له أن يتغلغل في مفاصل السلطة؟ لا يمكنه أن يتغلغل في مفاصل السلطة. ممكن إذن يمكنه أن يكون إطارات للمستقبل. نقطتين إيجابيتين. هل يمكن التغيير في الظروف الحالية؟ لا يمكن بكل صراحة عبر الانتخابات. إذن أنت ترى أن هناك لعبة داخل البرلمان من أجل إقصاء باقي أحزاب التي ما زالت تحسب على المعارضة، خاصة الأحزاب التي يرونها أو أنها قد تشكل قوة أو تشكل قوة تاريخية في وسط الشعب الجزائري، ومنها الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء. حبيب برهمية، نتحدث عن التغيير، نتحدث عن المشاركة والمقاطعة. يبدو أن الأمر يتجه نحو ماذا؟ نحو من المشاركون يقولون أن المعارضة، المقاطعين ليسوا نتاجا للمعارضة، والمعارضين يقولوا أن المشاركة ليست نتاج للمقاطعين، فهناك في الحقيقة محاولة للالتفاف حول الموضوع. سي عبد الحي، دوكا انا ماذا بيا ما كنتش حاب ندخل في سجالات سياسويه شغل خلاص قديمه، لان الشعب الجزائري هضر في الانتخابات. واش نقدروا نشوفوا في الانتخابات هذه ان المواطن الجزائري تكلم مباشره وقال انه يرفض اجنده السلطه، معناتها الناس اللي راحوا في اجنده السلطه ما يقدروش اليوم يقولوا بلي الشعب مجانبهم، الشعب ما راهوش مجانبهم لانهم هما اللي ما قدروش يجبدوا. احنا ابدا ما دعينا البطوله وقلنا بلي على جنة الجزائريين كامل القطعوا، لكن نقدروا نقولوا اليوم ان عندنا مناضلين جيل جديد، والمواقف تاع جيل جديد والمواقف تاع الاحزاب المعارضه والشخصيات المعارضه هي تتوافق مع 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 مواقف الشعب الجزائري. وكان عندنا الحق في التحليل تاعنا وفي التشخيص تاعنا وفي الحل اللي لقيناه، ان العمليه ما تنداش عن طريق اضفاء شرعيه للانتخابات. انا كي يقول لي واحد من ما يتزايد عليا حتى واحد في المعارضه، ابدا اليوم كاين معارضه حقيقيه، ما نقولش بلي الاخرين غير حقيقيه، لكن كاين معارضه جديه اللي ماشي السلطه هي اللي قاتلها تحالفوا ما بيناتكم، وماشي السلطه اللي قالت لها بلي ما حش يكون تزوير، ومن بعد كان تزوير شفناه في الفيديو وشفناه في النتائج. ماشي احنا اللي عيطوا لنا باش ندخلوا في الحكومه بعدما الحزب هذا طلب باش يدخل في الحكومه مرات عديده ومتعدده. ماشي احنا اللي تناقشنا اسبوع مع السي سلال اللي ما كانش حتى عنده ماشي هو اللي ولا الوزير الاول. اذا كي نتكلموا على المعارضه لازم تكون المعارضه جديه، كاين اخطاء اندارت في المعارضه، ماشي أخطاء هذه ماشي ناتجه عن تحليل وانما عن تشخيص مباشر تاع واش صرا. المعارضه هذه لازم تعاود تشوف الاخطاء اللي دارتها وتعاود تولي لطريق الصواب. لكن اذا باش نروحوا اليوم نتكلموا على المجلس الشعبي الوطني وعلى الصراعات الصغيره هذه اللي ما تفيد اي جزائري وما تهمش الجزائريين، لان ما سمعتش اي جزائري يتكلم على صراعات شكون اللي نائب الرئيس وشكون اللي عنده لجنه داخل البرلمان. هذا الهاء الشعب وتناسي للحقيقه
ان اليوم نتائج الانتخابات كانت مزوره، وكاين عدد كبير من الاحزاب اللي كانت تقول معارضه شاركت في هذه الانتخابات وطلبت تدخل في حكومه رغم انها كانت تقول باللي كاين منصب رئيس الجمهوريه شاغر. هنا كاين مشكل كبير في الفكر السياسي تاع المعارضه ولازم نعاودوا نشوفوا من هي المعارضه. حبيب رحميه ابقى معنا، ساطرح السؤال الذي اثرته الان على ناصر حمدادوش النائب. ناصر حمدادوش، هل تستطيع تقييم أن الصراع الحاصل حاليا أو هذه التقاذفات الحاصلة حاليا داخل البرلمان تعبر عن رغبة ما في خدمة المواطن من خلال منصب نائب رئيس البرلمان؟ والله هذه أنا يعني الذين اصطنعوا مثل هذه المعارك، وأنا أربأ حتى بقناة المغاربية أنها تخصص حصة بأكملها للحديث في مثل هذه الجزئيات التي هي تعتبر إجرائية داخل مجلس الشعب الوطني. ولذلك فعلا المواطن لا يهمه ما يحدث من هذه من 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 هذه المعارك الوهميه، من يعني البعض تستهويه البطوله الوهميه، تستهويه الصراعات الوهميه، تستهويه ان يضع نفسه موقع الضحيه. الشعب الجزائري فعلا لا تهمه مثل هذه التفاصيل. الاصل هناك قواعد عامه نحتكم اليها، وكل واحد ياخذ حقه، المظلوم في حقه لابد ان تكون لديه الجرأة والشجاعه في تحديد من ظلمه وأن يأخذ إجراءاته القانونية أو الدستورية التي يراها. أما أننا نحول النقاش السياسي في الجزائر وكأنه الآن وكأنه صراع على بعض المناصب، فأعتقد أن هذا مستوى منحط في النقاش السياسي. فلذلك أنا أرضأ بكم أن تدخلوا في مثل هذه التفاصيل وهذه الجزئيات، ولولا أنكم ولكن فيها. ولكن ناصر حمدادوش، يقول الكثير من المتتبعين أن حتى الترشح وخصوصا من المقاطعين أن الترشح للبرلمان أيضا يعتبر صراعا على أو سباقا نحو الخدمة الشخصية بغض النظر عن خدمة المواطن، إذ كيف يمكن لمن يريد أن يخدم المواطن أن يشتري موقع رأس القائمة بملايير السنتيمات؟ نعم، أنا يعني تعميم الأحكام على كل الأحزاب وكل المترشحين هذا ظلم. من يعطي لنفسه الحق في اتهام النوايا واتهام الآخرين وإصدار الأحكام عليهم؟ صحيح موجودة هذه الظاهرة وهي المال السياسي الفاسد والتزوير وشراء المناصب وشراء الذمم موجودة، أما أننا نعممها على الكل فهذا ظلم. فلذلك نحن نعتقد بأن خدمة الشعب الجزائري تكون عن طريق المنتخبين، هم الذين يمثلون الشعب وهم الذين يحتكون بالشعب. والدليل الواقعي والميداني أن المواطنين يلجؤون إلينا سواء على مستوى المنتخبين المحليين في البلديات أو في المشرب الولائي أو النواب في البرلمان. الشعب يتعامل معنا يوميا وبشكل مباشر ونتبنى قضاياه ونحن أقرب إليه كمنتخبين. فلذلك يعني إصدار مثل هذه الاتهامات يعني قد يعطي لنفسه الحق في إصدار مثل هذه الاتهامات. نختلف في وجهات النظر بين من يقاطع الانتخابات بها من يشارك فيها، هذه اجتهادات تقديرية لا يملك أحد الحق المطلق فيها، ولا يمكن أن نخون بعضنا البعض فيها لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد منك مثله ولا إنكار في المسائل الاجتهادية. هذا اجتهاد سياسي تقديري، كل حزب هو سيد في مواقفه، والحمد لله نحن مواقفنا نتبناها بطريقة ديمقراطية مؤسسية عن طريق مؤسساتنا السيادية، ولا يزايد علينا في أن نأخذ هذا الموقف أو أن نأخذ ذلك الموقف. نحن اجتهادنا نقول بأن التغيير يكون عن طريق المشاركة في الانتخابات، أن ابقى معنا ابقى معنا ناصر عن طريق المشاركة في الانتخابات. نعم، وصلت يكون بالمشاركة وليس بالمقاطعة، هذا هو رأينا مع احترام الآراء الأخرى. نعم، وصلت الفكرة ناصر حمدادوش. أستاذ هري، يبدو أن في هذا السياق لجان البرلمان أيضا ونيابة الرئيس ستشهد أيضا صراعا آخر، وربما ستشهد إقصاء لكثير من الأحزاب المعارضة التي تشبه إلى حد ما نوع من التوابل تم تطعيم البرلمان بها. قضي الأمر، لقد أقصيت المعارضة، جبهة العدالة والتنمية لم تحصل على شيء، الأفافات لم يحصل على شيء، حزب العمال لم يحصل على شيء، هؤلاء الثلاثة انسحبوا من الاجتماع لأنهم لم يحصلوا على شيء، ظلما أكررها ظلما وليس قانونا
وليس منطقا. هذه المرة ظلما من السلطة أو من الأحزاب التي داخل البرلمان، ظلما من الكولسة التي تمت في البرلمان، ظلما من الأوامر التي جاءت من رؤساء الأحزاب إلى نوابهم ليقرروا ما قرروه، ليتفقوا على ما اتفقوا عليه، خلافا لما كان يعتمد ويعمل به منذ الانفتاح الديمقراطي في الجزائر، منذ انتخابات 1997 أول مرة يديروا هذا نقولوا يعني الطبخة هذه نتاعهم. هذه من جهة. من جهة أخرى، من تحصل على الرئاسة؟ الأفلان بخمسة نواب، الأرندي بأربعة، وحمص بنائب الثلاثة. كنت أتمنى أن تتخندق حمص وهم إخواننا، أن تتخندق مع المعارضة لأنها مع المعارضة، فإذا بها في هذه اللحظة في هذه القضية يعني في هذا الوقت خطابها مع المعارضة، عقلها مع المعارضة، تفكير رئيس الحزب عبد الرزاق مقري الدكتور عبد الرزاق مقري مع المعارضة. لكن هناك لا زال جناح مع يعني مع الموالاة، وهذا التصرف يدل على أن هناك جناح أو طرف في الجناح مع الموالاة، وإلا فكيف بحمص التي هي حاليا في المعارضة تتخندق في هذه القضية، قضية اختيار أو يعني هيكلة المجلس الشعبي الوطني، أن تتخندق مع الأرندي وتتخندق مع الأفلان طبعا وتاج. التفسير الوحيد أنه التفسير الوحيد أكيد فيها قضية المصالح وامتيازات، هذا مفروغ منها، والسيطرة هذا مفروغ منه، لكن هذا يوحي كما أشرتم سابقا إلى التحضير للانتخابات الرئاسية. لا نرى شيئا آخر في الوقت الراهن. ناصر، أنت تستمع إلينا، استمعت إلى هذا التقييم، هل تخندقت حماس فعلا مع الموالاة في هذا الأمر على الأقل؟ ناصر، فقدنا ناصر حمددوش. سنطرح سؤال على حبيب برهمية. حبيب برهمية، الظاهر حالا أن الهيئة التشريعية بنسبة انتخابها الضئيلة لن تكون في راحة للتشريع أو لأي عمل رقابي. نعم سي عبد الحي، الان كما قلت العمليه كيفاش تدار، معناتها نشوف باللي شفت كيفاش دخلنا في التفاصيل تاع العمل المعارضه، معناتها شكون يدي هذا، شكون يدي امتيازات منا، شكون يدي امتيازات منا، هل حقرونا هل ما حقروناش، رانا كما يقولوا الراعي والخماس يضربوا على رزق الناس. نتائج ان البرلمان فيه اغلبيه كبيره جدا، قريب 300 اكثر من 300 صوت مباشره الاحزاب باينه مع الـ مع الـ مع الـ مع السلطه، وحنا نتكلموا على هذوما التفاصيل. اليوم كي نبداو نشوفوا النتائج اللي تقدر تسمح لنا نشوفوا في كل حزب واش دار في كل ولايه، مازال ما خرجوش. اللجنه تاع دربال مازال ما عطاتش الاخر تاعها، ما هضرتش، تخبات. الوزراء طاح مجلس وزراء، ما على بالناش كيفاش، مازال ما داروش مجلس وزراء. رئيس الجمهوريه غائب مره اخرى، غائب، وحنا داخلين نتكلموا على البرلمان. الحقيقه تاع البرلمان اليوم، المؤسسة التشريعية كيفاش راهي؟ أنها دخلت الأحزاب المعارضة اللي كانت تقول معارضة، اللي كانت القوة اللي كانت تعطي الأمل للجزائريين باللي كاين ميزان قوة حيندار في العمل في ضد السلطة هذه الجائرة. واش ولات؟ ولات هي حتدخل ما يطولها أي امتيازات، معناتها الامتيازات ما كانش، لكن من جهة أخرى راحهم يتقاسموا مع السلطة القوانين الجائرة اللي جاية، قانون المالية اللي جاي، يزيدوا في ليسونس، يزيدوا يهبطوا في قيمة الدينار، وهذه كامل حتولي على المواطن الجزائري. وشكون اللي يتقاسم المحاين؟ يتقاسموا معاهم المحاين الاحزاب اللي شاركت اليوم. الاحزاب هذه تاع المعارضه، لفافاس، لارسيدي، حمص، العداله كذلك، اليوم ما راهمش، راهم نواب يدوا شهريه تاعهم، يشاركوا بالك، يقدروا يديروا خطابات رائعه الى حبوا، خطابات تاع معارضه رائعه، لكن حقيقيا ما يقدروا يبدلوا اي شيء في القوانين اللي حتجي من السلطه، وحيرفدوا يديهم. والاحزاب المعارضه راح تصادق عليها، والاحزاب
المعارضه راح تتقاسم امام الشعب الجزائري، لانها اعطت بعض من الشرعيه، اعطت بعض من الشرعيه لمؤسسه تخدم ضد الشعب الجزائري. ابقى معنا حبيب ابراهيميه، يلتحق بنا ناصر حمدادوش. ناصر حمدادوش، نعيد السؤال، هل اصطفت فعلا حركة مجتمع السلم مع الموالاة على الأقل في قضية نيابة البرلمان؟ والله هذا التفكير يعني لا أجد له وصفا إلا نوع من الخسة في اتهام الآخر، دائما بتوجيه الاتهامات والتركيز على الآخر والتهرب من التحمل المسؤولية المباشرة. نحن لم نتحالف مع أحد، ولا يوجد توافق سياسي مع أحد، ولا يوجد تحالف رئاسي مع أحد، ولا يوجد تحالف من أجل إقصاء أحد. لذلك يعني محاولة الهروب دائما وإلقاء التهم على الآخرين، هذا تفكير لا يرقى بأخلاق الرجل السياسي ذو المبادئ والقيم الحقيقية. عملنا في البرلمان نحن كما قلت يعني تمثيلنا هو تمثيلنا النسبي الحقيقي الذي نستحقه وسط عدد نوابنا في الكتلة البرلمانية من مجموع النواب داخل البرلمان، وعملنا في المعارضة داخل البرلمان كما هو موجود في كل المعارضات في العالم. هناك المعارضة منبرها الطبيعي هو البرلمان في معارضة الحكومة ومشاريع الحكومة والقوانين التي تأتي بها الأغلبية أو الحكومة. أما يعني ولدينا الآن عندنا تجربة سياسية كبيرة جدا في العمل التشاركي مع المعارضة، وكل هذه الوسائل والفضاءات كلها تخدم الخيار السياسي المعارضة، سواء كنت داخل مؤسسات الدولة ومن بينها البرلمان والمجالس المنتخبة، أو كانت الأحزاب المقاطعة للانتخابات. طيب، لهذه المجالس. طيب استمعنا لإجابتك هري، تفضل، يبدو أنه عندك تعليق في هذا. نعم. على كل حال هناك كلمة يعني قوية جدا، يعني كلمة الخسة يعني قوية جدا، يعني كنت نتمنى أنه ما يتلفظ بها الأستاذ النائب على كل حال، والذي نحترمه كثيرا. نحن لم نتكلم ونقول أن حركة حمص لا تستحق ما أخذته، لا أبدا. نحن قلنا كان من الأفضل أنها بحكم أنها من المعارضة لا توافق على طريقة التقسيم الظالمة. ما حصلت عليه حمص تستحقه، ولكن طريقة القسمة أقصت المعارضة الأخرى والذين انسحبوا، حزب العمال، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، والأففس. هذا أمر واضح. بالنسبة لنقطة أخرى في قضية المعارضة الجدية التي تطرق إليها الأستاذ حبيب إبراهيمية والمعارضة غير الجدية، لا، نحن معارضة جدية ومعروف علينا منذ يعني مدة طويلة. لم ندخل في الحكومة ولو يوما واحدا، لم ندخل في الحكومة أبدا. هذا من جهة. من جهة أخرى اخترنا المشاركة في الانتخابات انطلاقا من القانون، قانون الانتخابات الذي فرض علينا ذلك. ومن لم يدخل في الانتخابات، هنا أتكلم عن الأحزاب، لا أتكلم عن القوى الأخرى الغير رسمية، أتكلم عن الأحزاب. نتحدث عن نعم. عن دوركم في البرلمان، عن نعم. هل فعلا هذا البرلمان الجزائري أو هذا الحديث أو البرلمان السابق نعم. يعتمد بين يديه فعلا على آلة رقابية وتشريعية واضحة؟ إذا لم ندخل إلى البرلمان لا حزب سياسي معارض على الإطلاق، من سوف يناقش؟ أكيد لن يغير شيئا، لكن من سيناقش القوانين، مشاريع القوانين؟ لقد قلتها، لن نعم. يغير شيئا، لن يغير شيئا، ولكن من يناقش مشاريع القوانين؟ تقول من يقبل مشاريع القوانين، من يرفع يقبل. يده على لا. نحن لم نرفع يدنا يوما على قانون المالية 2015 ولا 2016 ولا ما جاء قبله ولا ما سيأتي بعده. أقول لك هذا من الآن، لم نوافق عليه، ولكن أخرجنا جميع المعطيات، جميع المعلومات، دافعنا عن الشعب الجزائري، رفضنا، كانت هناك احتجاجات داخل قبة البرلمان. نعم، لا تغير شيئا في إطار القانوني، ولكنها تزرع أملا في ديمقراطي، وتخرج المعطيات إلى الشعب، وتلقي المسؤولية أمام الشعب. ها هي الأمور، ها هو مشروع القانون، تحملوا مسؤولياتكم اليوم وغدا وفي الانتخابات القادمة.
ناصر حمدادوش، ذات السؤال يطرح ويطرح بشدة، يطرحه الصحفيون والمتتبعون وحتى السياسيين، كيف لبرلمان ضعيف جدا من ناحية الشرعية، ضعيف جدا من ناحية التشريع، برلمان لم يزره الرئيس منذ توليه السلطة، برلمان نعرف جميعا أنه لا يغير كثيرا في طرح هذه الانشغالات أو المشاكل التشريعية وحتى القانونية، كيف يمكن اعتباره فجأة من قبل حركتكم أنه برلمان سيعمل على التغيير؟ فقدنا ناصر حمدادوش. نفس السؤال نوجهه لحبيب برهمية. حبيب برهمية، كنت أتحدث بشأن برلمان ضعيف الشرعية، برلمان أيضا لم يحضره الرئيس منذ 99، كيف يمكن اعتباره مؤسسة تشريعية قادرة على أداء دورها الرقابي؟ أنا لا أعتبره مؤسسة شرعية قادرة على أداء الدور الانتخابي، لأن البرلمان الحالي هو برلمان اللي اختار ذات السلطة لأمر واحد، ماشي لإضفاء الشرعية، لأن ما عنده أي شرعية من شعبية، لكن لإعطاء قانونية للقوانين النيجيرية، معناتها دون اون لوجيك دو ليغاليزاسيون، معناتها ماشي ليجيتيماسيون تاع القانون. إذا الناس تجي تحط قانون ما يجي من عند الحكومة ومن عند السلطة، وكاين الناس ترفد يدها من أجل تقول بلي هذا القانون خلاص جاز على البروسيس العادي تاع القانون. لكن اليوم المعارضة ما تقدر تبدل أي شيء، وما قدرت تبدل أي شيء منذ عدد من السنوات، منذ بداية النظام البوتفليقي. ولهذا اليوم كان من الواجب في رأيي الجديد وفي رأي أغلبية الجزائريين اليوم أن المعارضة ما تشاركش في إعطاء شرعيتها، إذا عندها بعض من الشرعية، إذا عندها بعض من الأمل تعطيه للمواطنين، كان من الأفضل تكون في كي يلحقوا الانتخابات ترفض التموقع في مؤسسات السلطة اليوم، وليست مؤسسات الدولة، لأن هي اللي تخير فيها وهي تزور فيها وتتموقع داخل قلوب وداخل عقول الجزائريين. دعنا نتوقف حبيب إبراهيمية عند هذه النقطة والمتعلقة بمؤسسة السلطة. ناصر حمدادوش، هل يمكن الموافقة على هذا الوصف للبرلمان، والذي في الحقيقة نحن نعرف أنه يسهم في كثير من المرات في تمرير مشاريع السلطة، ولا يغير في الحقيقة من المشاريع القانونية شيئا، إضافة إلى غياب دوره الرقابي تماما؟ شوف، البداية لابد أن نؤكد بأن أغلب أحزاب المعارضة المنضوية في هيئة التشاور والمتابعة أغلبها شاركت في الانتخابات، ومن شد عن المشاركة فهي أحزاب قليلة وعددها قليل جدا. والأصل لو كنا نحترم رأي الأغلبية والديمقراطية ورأي الأغلبية داخل الهيئة، فالأصل الذي يتكلم باسم المعارضة وباسم الخط السياسي المعارضة هو هذه الأغلبية التي شاركت في الانتخابات، والتي لا ترى تناقضا بين أرضية مازافرون وبين المشاركة في الانتخابات، لأن أرضية مازافرون لم تشترط المشاركة الجماعية، ولم تشترط المقاطعة الجماعية، ولم تشترط موقفا موحدا من هذه الانتخابات. هذه واحدة. ثانيا، كل المعارضات في العالم تمارس معارضتها حتى من داخل مؤسسات الدولة ومن بينها البرلمان، وإلا ستبقى هذه المعارضة هي عبارة عن ظاهرة صوتية لا توجد إلا في القاعات المكيفة، ولا توجد إلا في البيانات وإلا في وسائل الإعلام. أما وجودها الميداني وقد أثبتت الأيام والسنوات بأن بعض الأحزاب التي تدعي أنها معارضة لا وجود لها في الميدان، وقد عملنا مع بعضنا البعض، وكانت لنا وقفات واعتصامات ومسيرات سواء ضد الغاز الصخري أو كانت ضد مواضيع متعلقة بالحريات وغيرها، ولم نجد هذه الأحزاب في الميدان، وبالتالي لا يحق لها أن تزايد علينا الآن بالتخندق مع الشعب وبالانتداب الشعبي لها. معارضتنا داخل البرلمان هذه المعارضة الحقيقية، عندما تستطيع أن تعارض هذه المشاريع، مشاريع القوانين وبرامج الحكومة وما إلى ذلك مما يأتي من هذه الحكومة، تعارضها معارضة علمية وموضوعية ومؤسسية وقانونية وبطريقة سلمية. ولكن ناصر، في النهاية ناصر تمرر الحكومة مشروعها. لا أحد
هذا يمكنه أن يحدد مفهوما للمعارضة ويريد أن يلبسه لمن يشاء كما يشاء. المعارضة معروفة في العالم، كل من يشارك في الحكومة فهو في المعارضة لهذه الحكومة، سواء شارك في الانتخابات أو لم يشارك، موجود في البرلمان أو غير موجود في البرلمان. أصحح معلومة وهو أن لم يكن هناك إقصاء لأحزاب المعارضة من المشاركة في هيكل البرلمان. الأساس حزب العمال هم الذين قرروا بمحض إرادتهم عدم المشاركة في الهياكل، وقلت بأن حتى وزنهم في البرلمان لا يعني عددهم ككتلة برلمانية لا يسعفهم التمثيل النسبي في المشاركة في الهياكل حتى ولو أرادوا، فهم قاطعوا بمحض إرادتهم. نعم ناصر، لحظة ناصر حمدادوش، إخواننا في الاتحاد هم الذين انسحبوا بمحض إرادتهم. وصلت الفكرة المكررة والمعادة ناصر حمدادوش، المادة 13. ابقى معنا، كيف تعلق على أعلق على أن أولا أبدأ بالمعارضة ليست متعلقة بالمشاركة في الحكومة، المعارضة متعلقة بالموالاة في البرلمان. التكتل المعارض والتكتل الموالاة يتواجد في البرلمان عند المصادقة على القوانين، هذه نقطة هامة معنا الواحد يفهمها. بالنسبة للأحزاب التي ترى نفسها هي المعارضة الجدية، أنا أوافق في كثير مما ذهب إليه الأستاذ النائب حمدادوش، وأضيف بعض الأحزاب التي لم تدخل الانتخابات لاستراتيجية خاصة بها، أقول وأعيد لاستراتيجية خاصة بها. أذكر نقطة واحدة منها قضية الإمضاءات ولا أفصل لأن ليس هذا موضوعنا. ما هو الحل الذي تقترحه من أجل التغيير الجدي السلمي الإيجابي والبناء بدون الانتخابات؟ نحن في جبهة العدالة والتنمية نادينا في المرحلة، والشيخ عبد الله جبل نادى إلى القطيعة نهائيا، تقطيع الاعتمادات، ونتخندق نهائيا مع الشعب في المجتمع المدني، ونعمل مع الشعب إلى أن يأتي الله بأمر آخر. رفضوا جميعا، لم يستجب أحد. إذن لم يبقى أمامنا إلا المشاركة في الانتخابات والعمل انطلاقا من البرلمان، وإذا دخلنا الانتخابات المحلية انطلاقا من المساهمة في. نعم أستاذ. نعم. حبيب برهمية، لم يبقى معنا الكثير من الوقت، في ملخص بسيط يتعلق بما مدى يعني الاعتماد على هذه الآلية التشريعية مستقبلا في ربما صياغة قوانين تخرج الجزائر من أزمتها الحالية، فهل هناك يعني جدية في أن يكون هذا البرلمان بصيص من الأمل؟ نعم، قبل ما نجاوبك على السؤال سي عبد الحي، نظن الاستاذ اللي معاك وسي حمدادوش كذلك تكلموا على احزاب، ونظن بما ان في رمضان اللي شويه موسوس نظن بانهم يتكلموا على جيل جديد. نذكر الاستاذ حمدادوش بما انه تكلم على الخراجات اننا قمنا في اطار الهيئة التشاور المتابعه قبل ما نخرجوا من قبل ما تخلص تكون نهايتها، تلاقينا باش نديروا تقييم للخراجات، وجيل جديد كان حاضر في كل الولايات وين كانت الخراجات. وبما انه تكلم كذلك على الغاز الصخري، نذكر سي حمدادوش باننا كنا الاولين اللي هبطنا الاضرار ورحنا لعين صالح وحدنا، ونهار خرجنا ما جاوش معنا كذلك الاضرار وعين صالح. ونقدروا نسقسيو سؤال المحاد قاسمي ولا سي بوحفص ولا السيده زكزك اللي كامل مازلنا في اتصال معاهم وعلى بالهم كيفاش جرات الامور. اذا هذا المزايدات بان جيل جديد، لان نظن بلا كان يتكلم على جيل جديد ما كانش حاضر، جيل جديد كان حاضر في كل الوقفات، وجيل جديد ما كانت عنده اي مشكل تاع الامضاءات لسبب واحد، لان الامضاءات في الرئاسيات اللي فاتت كنا جبناهم. اذا ما نظنش هذا مشكل الامضاءات اليوم لحزب لكيما جيل جديد. الا ما كانوش يتكلموا على جيل جديد فهذا راي اخر، نفضل انهم يقولوا الاسماء تاع الاحزاب لما يتكلموا عليهم. نروحوا لكلمه اخرى على المعارضه. المعارضه ليست عدم دخول الحكومه، الا مش شايفينها عدم دخول الحكومه او دوله معارضه لانهم قالوا لا لسلال لهم بعد سلال نحاوه، هذا امر مضحك، لانهم يلقاو روحهم في نفس الوضعيه كما عمار بن يونس اللي ما عندوش كذلك بلاصه في الحكومه.
نعاودوا نقولوا للجديه السياسيه ونعاودوا نهضروا على المؤسسه التشريعيه. اليوم المؤسسه التشريعيه ما عندها اي شرعيه، لان المواطن الجزائري، لان الجزائريين رفضوها بطريقه واضحه، حتى بالارقام الرسميه نتكلموا على 65% من المقاطعه، زيد لهم 10% من الكلمات الفاحشه اللي جات في الاوراق البيضاء. اليوم الجزائريين ما يعترفوش بالبرلمان هذا، واليوم احنا في جيل جديد وفي عدد من المعارضين، لان مازال كاين المعارضه ومازال المعارضه واقفه رغم انها انا برا من البرلمان وما تسحقش تكون تحت قبه البرلمان باش تقدر تهضر مع المواطن الجزائري. شكرا شكرا حبيب برهميه، داها من الوقت قطيعه مع هذا النظام. شكرا جزيلا على المشاركه في هذا الموعد. ناصر حمد دوش نائب عن حركة مجتمع السلم، هل يمكن قراءة بصيص من الأمل في أن يكون لهذه الهيئة التشريعية يعني تصور لحل الأزمة الجزائرية باختصار؟ فقدنا إذن البرلماني عن جبهة عن مجتمع حركة مجتمع السلم ناصر حمد دوش، نشكره شكرا جزيلا على المشاركة معنا في هذا الموعد. أستاذ سعيد هري، هل فيه أمل الآن في صياغة حل ولو من يعني بصيص أمل لتجاوز هذه الأزمة المتعددة الجوانب؟ أقولها بصراحة، في ظل الظروف الحالية، في ظل البرلمان الحالي، في ظل السلطة الحالية، لا أمل. الأمل إذا تحركت جميع القوى في الجزائر، قوى المعارضة والقوى الخيرة في السلطة، وتوجهوا إلى مرحلة انتقالية لتحضير الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل جزائر جديدة. بغير هذا أقولها بصراحة، الأمور صعبة 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 وتذهب نحو الأصعب، والله يجيب الخير. شكرا سعيد هري، مرحبا بكم دائما. شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان، انتهى موعدنا، إلى اللقاء.